تحت ذريعة تحرير فلسطين يجند الحوثيون أطفال اليمن في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مستغلين مشاعر التعاطف مع الشعب الفلسطيني. في 10 أكتوبر 2023 ألقى زعيم ميليشيا الحوثي خطاباً حماسياً دعا فيه الناس إلى الاستعداد للدفاع عن فلسطين، رداً على الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ 7 أكتوبر. تشير تقارير منظمة Human Rights Watch إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران جندوا آلاف الأشخاص منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً. وتعتقد المنظمة أن الحوثيين جندوا أكثر من 70,000 شخص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتراوح أعمار الغالبية العظمى من المجندين بين 13 و25 عاماً، بما في ذلك ما لا يقل عن الآلاف ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. منذ بدأت الحرب في 2015 ومعظم ضحايا هذه الحرب في صفوف الحوثيين هم من الأطفال، رأينا آلاف الأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في عدن، في مأرب، في تعز، في الضالع. البنية يعني الكبيرة التي تتحرك فيها الميليشيات الحوثية غالبيتها من الأطفال، لأنه يعني عناصرها المدربة والمؤهلة تم استنزافها خلال الجولات الأولى. يستخدم الحوثيون أساليباً عدة للتغرير بالأطفال، بدءاً من الترويج للأكاذيب حول دورهم في تحرير فلسطين إلى تقديم المال والمساعدات الغذائية للعائلات الفقيرة. وتوظف الجماعة المؤسسات التابعة لحكومتها غير المعترف بها دولياً، بما في ذلك المدارس، لنشر ثقافة الجهاد وتجنيد الأطفال. هذه الممارسات تعرض حياة الأطفال للخطر وتحرمهم من طفولتهم وحقهم في التعليم. تحدثت Human Rights Watch مع 5 نشطاء حقوقيين وأفراد يعملون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن، أكدوا جميعهم حصول زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة. وقالت امرأة تدير منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان لـ Human Rights: يجعل الحوثيون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن الأمر انتهى بهم بإرسالهم إلى الخطوط الأمامية في مأرب وتعز التي تعاني حصاراً جائراً منذ سنوات. في 16 نوفمبر أعلن الحوثيون خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المجندين من أجل فلسطين على حد زعمهم أنهم سيشكلون ألوية عسكرية جديدة لتنفيذ توجيهات الحوثي. والتاريخ يشهد على انتهاكات الجماعة لحقوق الأطفال منذ بدء الحرب في اليمن عام 2014، وتحققت الأمم المتحدة مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين. طبعاً الحوثيون عملوا منذ وقت مبكر على تجنيد الأطفال منذ بداية الحرب التي افتعلوها في صعدة في العام 2004، وهم يجندون الأطفال في الحرب بدواعي عدة، منها محاربة أمريكا وإسرائيل. لكن في الفترة الأخيرة مع أحداث الحرب في قطاع غزة استغل الحوثيون هذه الحرب وجندوا المزيد من الأطفال وأغلقوا الكثير من المدارس ودفعوا بالكثير من الأطفال في الحرب. وأعتقد أنهم كثير من المعلومات المتوفرة اليوم أنه هناك كتائب كبيرة جهزها الحوثيون للحرب لاجتياح محافظة شبوة. أدرج الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين في قائمته السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في كل عام منذ 2011. أصوات كثيرة نادت المجتمع الدولي وما زالت لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم بحق الطفولة، لكن دون جدوى.